أنا مر عمري 70 سنة بحياتي ما مر علينا أسوأ من هذا الحرب اللي احنا شفناها. هذه مش حرب عادية، مستحيل تكون حرب عادية. أنا درست في المدارس عن الحروب وعن الحرب العالمية، حتى عن حرب الإطلاق، ما كانتش في الشكل اللي احنا بنواجهه في عالم متحضر احنا بنسمع عنه. كانت اليهود بتستهدف أي حاجة بتتحرك على الأرض، حتى لو كانت إسرائيل. حرب إبادة، حرب إبادة للشعب الفلسطيني، حرب إبادة بمعنى كلمة للشعب الفلسطيني. إحنا لما دفناهم في المنطقة هذه المقابر اللي في قطاع غزة كلها متعرضة يا أخي للتجريف، المقابر متعرضة للتجريف، متعرضة لقصف اليهود. أدفن وأكفن، يعني أنا بقيت من كله، بقيت من 6 الصبح للستة المغرب موجود في المكان. تقريبا 250 شهيد من ضمنهم عائلة سالم، بيجي 70 شهيد ضربة واحدة، وغير الموجودين في قلب الضرب بيجي 80 بيقدرين يطلعوه. عائلة سالم، يعني إذا حابة أفرجك، هي أول 3 من ضمنهم طفل والأبو والجوزة، هي طفل هان من عائلة سالم، وهنا على الأبو وجوزته، في عندك من هان بيبدأ. من هان للآخر عائلة سالم هذه في حرب تيدوي بالكريك بالجرافي، بقى بداية الحرب جرافي نقدر إنه نفحر المكان، بس حاليا بقى بعد العدوان الاخر لما استوحش صرنا في الكريك والطوريه.